عاملين ايه؟ يا رب تكون بخير. اهلا بيكم في مطبخي، مطبخ ايه اونلاين. طبعا اشكركم الاول على تعليقاتكم الحلوه، ويا رب نكون عند حسن ظنكم. النهارده هنعمل غدانا، غدوه حلوه قوي، هي غدوه الكوسه بالبشاميل. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. انا معايا كوسه كده حوالي كيلو وربع كوسه، انا مقشراها بمقشره البطاطس كده، انا بحب اقشرها لان بيبقى كلها عليها رمله فبحب اقشرها الصراحه. ومعايا بصل ولحمه مفرومه، يعني ده حوالي ربع كيلو لحمه مفرومه، ومعلقه صغيره 7 بهارات دوت للحمه مفرومه والكوسه. معايا طبعا للبشاميل بقى معايا كيلو لبن، 4 معالق سمنه، 4 معالق دقيق بس كبار مليانين عشان خاطر بشاميل الكوسه، بيحب البشاميل يبقى تقيل شويه. معايا ملح وفلفل، وطبعا جبنه، شويه جبنه موتزاريلا على شويه جبنه رومي. ممكن تستبدليها باي حاجه، مش مشكله، اللي عندك اشتغلي بيه، مش لازم ان انت تكلفي نفسك وتشتري حاجات غاليه من بره. تعالي نشوف الاول هنعمل ايه. دي الكوسه اللي معايا اللي انا قطعتها، اللي انا قشرتها بمقشره البتاع دوت البطاطس كده، اهي بقت بالشكل ده. هبتدي ان انا اعملها شرايح طويله كده، انا ما رضيتش اعملها، انا قلت اعملها قدامكم برده عشان تشوفوها. بقطعها شرايح كده اهوت، ببتدي اقطعها كلها شرايح. وهعمل فيها ايه بقى ديت؟ انا هسلقها، انا بحب اسلق الكوسه في البشاميل ده احسن، انا مش بحب اشوحها الصراحه. انا بحب ايه اديها يعني سلقه كده، نص سلقه يعتبر. عندي ميه طبعا على النار، واول ما بتغلي ببدا انزل الكوسه دي. نص سلقه يعني ما بتاخدش يعني دقيقتين على النار وبطلعها على طول. هي يا جماعه الحل النار، ابدا انزل بالكوسه كده زي ما انتم شايفين كده قدامكم. بعد كده عندي بقى ديت اللي هي الطاسه اللي هعمل فيها الحشوه اللي هي اللحمه المفرومه. الكوسه معايا اهي، بس هتاخد يعني غلوتين كده وهطلعها على طول في مصفى، بسيبها بقى في المصفى لحد ما بتستوي خالص. معايا بقى طاسه هنعمل الحشوه بقى بالمره كمان، حطي فيها شوية زيت صغيرين طبعا لان اللحمة المفرومة بيبقى فيها دهون، واسيبها لحد ما تسخن بس شوية. الطاسة سخنت معايا شوية، انزل بقى انزل باللحمة الاول، انزل كده باللحمة تاخد صدمة عشان ما تنزلش المية اللي فيها. كده على فكره يا جماعه صينيه الكوسه دي البشاميل ممكن برده لو عندك عزومه تعمليها من بالليل وتحطيها في التلاجة، مش هيجرها اي حاجه، وتاني يوم سويها. انا بعمل كده فعلا، اخد بس الصدمه، اول ما اخد بس الصدمه كده انزل عليها البصل. يا جماعه اللحمه خلاص بقى شربت ميتها، ابدا بقى انزل شويه فلفل صغيرين عشان ما تغمقهاش قوي، ملح طبعا، معلقه صغيره بهارات السبع بتديها ريحه وطعم حلو جدا. خلصنا الحشوه بتاعتنا كده خلاص خلصت. هطفي بقى، هعمل ايه؟ هعمل البشاميل دلوقتي، اي حل هي على النار. ابتدي بقى انزل بالسمنه، ضفت السمنه الاول، بعد كده اضيف عليها الدقيق اللي هم 4 معالق كبار مليانين عشان البشاميل بتاع الكوسه بيحب البشاميل تقيل شويه مش خفيف. اساوي طبعا الدقيق كده شويه، اساوي كده مع السمنه، اساوي
بعد ما سويت الدقيق كده شويه، طبعا انا مقلله السوائل هنا اللي هي السمنه عشان خاطر ما يبقاش فيها دهون كتير قوي. ابتدي بقى اضيف عليها اللبن. اللبن طبعا بيكون بدرجه حراره الغرفه كده مع التقليب بقى على طول كده. ادي كده اللبن اهو تقليب بقى مستمر عشان ما يتكركعش معاكي. اهو معاكي اهو تقليب بقى كده بسرعه عشان خاطر ما يبقاش فيه اي تكتلات. اهو بس بيبتدي يدوب اهو، يبتدي يدوب. بص معايا بص يا جماعه، مفيش اي حاجه خالص، مفيش اي تكتلات. بقى اللبن لازم يكون بره الثلاجه، بتحطيه كده على طول، وبعدين تقدري التقليب المستمر ما تشيليش ايدك خالص، هتلاقي كله داب معاكي خالص. لازم ايدك كده باستمرار عشان احنا مقللين فيها نسبه السوائل شويه، عشان انا مش عايزاها تبقى دسمه قوي. بص زي الفل اهي. اول بقى ما يبتدي يتقل اجيب بقى ايه الجبنه والملح والفلفل. طبعا انا هفضل كده تقليب مستمر طبعا لحد ما يبتدي الخليط يتقل معايا. اول ما الخليط يبتدي بس يتقل اهو معايا شويه. بصي يا جماعه بصي الكريمي وحلو جدا. اول ما يبتدي يتقل كده فجايه بقى ايه حط عليه الاضافات بقى، حط اللي شويه الجبنه والزريلا كده، طبعا شويه عشان نحطهم على الوش، شويه جبنه رومي بتدي له طعم حلو قوي. لو ما عندكيش حطي قشطه، حطي حته كريمه عادي يعني يا جماعه نتصرف. هنزل بقى بشويه الملح، ظبطي طبعا الملح بتاعها. ادي بتدي له طعم حلو قوي، بس بدأ يتقل معايا خالص. انا عايزاه قوام جاهز، انا عايزه قوام صينيه الكوسه البشاميل اللي بالذات في الكوسه لازم بيبقى تقيل. ليه؟ لان الكوسه بيبقى فيها نسبه سوائل، فانا لو عملته خفيف وحطيته مع الكوسه هتلاقيها سايبه منك خالص. فانا الكوسه بالذات الكوسه البشاميل بيبقى البشاميل بتاعها بيبقى تقيل عن صينيه المكرونه عادي بيبقى سايب شويه، لكن الكوسه لا قوامها بيبقى تقيل. كريمي حلو جدا بجد. اللي برضه تقليب مستمر كده ادي كده، هو حلو جدا تقل معايا خالص كده تقيل وكريمي وحلو قوي. خلصنا، ادي غدانا النهارده خلص بسرعه جدا. يا دوبك هنقفل الصينيه وخلاص، مفيش اسرع من كده والله. يلا نقفل بقى الصينيه مع بعض. ادي الكوسه هي اللي انا سلقتها يعني ايه غلوتين كده مش قوي. بص احطها بقى هنا واسيبها في المصفى لحد ما تبقاش فيها ميه خالص. اهي بقى قدامكم اهي، احط عليها بقى ايه الاول البشاميل. طبعا البشاميل الكريمي التقيل ده الحلو تحفه جدا. شويه كده بقى اسيب شويه عشان الوش، ابتدي اقلبها حته حلوه بجد، جربوها هتعجبكم جدا. دي احسن طريقه للكوسه الصراحه. دي كده مش بتحبي البشاميل كتير شويه. عندي هي الصينيه البايركس، نبتدي بقى نحط فيها. ابتدي انزل بقى كده الاول، ابتدي انزل بنص الخليط والنص طبعا التاني من فوق اهو كده قدامكم اهي. ابتدي انزل كده يعني طبقه خفيفه بس كده من تحت.
جماعه كمان واحدتين كده بيبقى من فوق. متخليش الصينيه تبقى مليانه او جيت كوسه الصراحه، خدناش وقت خالص في العمايه. بس كده حلوه جدا الطبقه دي. اجيب بقى الحشوه، اجي بقى انزل بالحشو كده. اللي انا عملتها هبتدي بقى ايه اعملها كده، اخليها كده ارصها عشان خاطر ما ينفعش ان انا احطها حتى هتلخبط لي الحشو خالص. فابتدي ان انا ارصها كده. عايزه تحطي طبقتين حطي براحتك، بس هي كده حلوه قوي لانها لسه بقولك بتعلى شويه كمان عشان ما بوظلكيش الدنيا في الفرن. انا الصراحه بحبها كده بتطلع مظبوطه جدا. انا بعملها طبقه كده بتبقى حلوه، او ممكن تحطي من تحت طبقتين ومن فوق هي طبقه واحده بس. بقى طبعا اللي فاضل ده ننزله كده. طبعا باقي البشاميل هحطه بقى. احط بقى البشاميل اللي عليها من فوق، بحب البشاميل كتير. حلو جدا، مش هكتر برضه عشان ايه ما ينزلش معايا في الفرن يبوظ الدنيا. ده حلو قوي. بصوا كمان السنه يا جماعه بجد فظيعه. ادي غدانا خلص بسرعه جدا، ولا اخدنا وقت ولا اي حاجه. طبعا بيكون فرنك طبعا والع قبل ما بتحطيها. الاول بولع عليها من تحت، على فكره ما بولعش فوق وتحت الفرن، لا ولع عليها من تحت الاول تستوي، بعد كده هتولع عليها من فوق تاخد الوش على طول وتبقى زي الفل معاكي. بس اهم حاجه تولع عليها الاول من تحت، وبعد ما بتخلص بتسيبيها بقى شويه جوه الفرن، بتدفي الفرن وبتسيبيها جوه الفرن شويه عشان ايه تبدا كده تاخد من بعضها كده وتتماسك معاكي، مش اول ما تطلع تقطعيها لا. انا بسيبها شويه كده صغيرين جوه الفرن، بطفيه وبسيبها تبدا بقى تتماسك معايا كده، بتبقى حلوه جدا. طبعا الجبن بتديها طعم حلو قوي للبشاميل جدا. ان شاء الله جربوها هتعجبكم باذن الله. هحطها بقى في الفرن وهوريها لك بعد ما تطلع. انت يا جماعه الفرن والع لما قلت لك حطيها كده تحت والفرن والع من تحت، بس هتبتدي بقى تستوي الاول من تحت ولا بعد كده. انا بعد ما تبدا تستوي بعد كده نولع عليها فوق وتحت تاخد الوش ويبقى حلوه جدا معاك. وصفتنا النهارده يا جماعه عملنا الكوسه بالبشاميل حلوه قوي، جربوها وقولوا لي ايه رايكم. لو عجبتكم الوصفه النهارده اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان توصل لكم كل جديد، واشوفكم في وصفه جديده باذن الله.